معنا في الاستديو النائب البرلماني وعضو مجلس شورى حزب تواصل توتو منت الطالب النافع، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك. اذا البيان الختامي لم يحمل اي تغييرات على مستوى قياده الحزب، هل يشي هذا بان المجلس راض عن مستوى الاداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس ناقش تقرير الرقابه وتقرير الاداء، وأكيد فيه نقاط كثيره كانت مقررها خلقت، وفيه نقاط فيها نقص، وبالتالي المجلس ناقش كل هذا وأعطى توصيات بتحسين الأداء. ظهر الإعلان إعلان التغيير من نفسه ما هو هدف، يعني إذا لم يراه المجلس ما لابد من كل دورة يخلق فيها تغيير. طيب، هل حملت الدورة العادية الخامسة لمجلس شورى تواصل جديد على مستوى مواقف الحزب من مختلف القضايا؟ نعم، الدورة كانت منعقدة تحت شعار هموم الوطن أو هموم المواطن أولويتنا، وطيلة 3 أيام المجلس يناقش القضايا، أهم القضايا المطروحة للمواطن في الوقت الحالي هي انعدام الأمن والتردي، تردي صعود الأسعار وتردي المعيشي للمواطن عموما. وبالتالي أعتقد أنه كانت هذا الشعار كان جديدا على الشعارات الماضية. البيان الختامي قال إنه يتمسك بموقف المنتدى من الحوار، البعض يعتبر أن هذا الموقف ضبابي وأن الحزب لم يستطع بلورة موقفه الخاص، ما تعليقك؟ تعليقي أن الحزب جزء من المنتدى، كل أحزاب المنتدى يعبر المنتدى بمجموعه عن مواقفه، ليس فيه ضبابية. طيب، البيان الختامي لمجلس الشورى طالب الحكومة الموريتانية بمطلب واحد يتعلق باتخاذ الإجراءات السريعة لحماية القوى الشرائية للمواطن، ما تقييمكم في مجلس الشورى للوضع الاجتماعي الذي ركز عليه البيان؟ الوضع الاجتماعي تقييم المجلس الشورى كان وضع يحتاج لتدخل سريع من الحكومة اللي تقد تتدخل تقد فعلا تزي في شيء. وضع الأمن معدوم، المواطن صار ما هو آمن على نفسه، لا هو آمن على ممتلكاته، لا هو آمن حتى على عرضه، والأسعار في صعود، المواطن صار ما هو قادر يعيش، المواطن البسيط العادي ما تلقى قادر يعيش به صعود الأسعار. وكان في من بين هذه القضايا اللي طرح مجلس الشورى قضية أسعار البنزين، حيث أن في جميع العالم هذه المادة انخفضت أسعارها إلا عندنا في موريتانيا. وبالتالي المجلس طالب الحكومة باتخاذ قرارات عاجلة في هذه الجوانب كلها. هل خرجتم بمقترحات بهذا الشأن غير مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة فقط؟ نحن في النهاية حزب، إن لدينا فقط نستطيع مراقبة هذه الأشياء كلها والتنبيه ومطالبة الحكومة، ولا عندنا في النهاية ما عندنا حزب سياسي معارض، ما عندنا حكومة تنفيذية، ما عندنا غير المراقبة والمطالبة. طيب، ما موقفكم مما يجري الآن في البلدان العربية والإسلامية؟ والله موقفنا أن نأسف لما يجري، ونندد بانتهاك حرمات الإنسان العربي والإنسان المسلم، وهذا كان في البيان على بالوقوف إلى جانب الانتفاضة الأقصى، والوقوف إلى جانب مسلمين ميانمار، والتنديد بصمت العالم تجاه هذه القضايا كلها، بل تواطؤه ومباركته للجرائم التي تحصل في بلداننا ولما يحصل لشعوبنا الغالية. الله إن شاء الله. طيب، على المستوى الوطني ما أبرز أوجه معاناة المواطنين التي ذكرتم عدا المستوى الاجتماعي؟
معاناة متعددة وشاملة، معاناة اجتماعية، معاناة أمنية، معاناة الأمن الغذائي، معاناة جميع جوانب اللي يعيشها المواطن الموريتاني حالا. هي فيها مشاكل، فيها نتيجة لتقاضي الحكومة عن المواطن وعن مصلحة المواطن. لأن نائب البرلماني وعضو مجلس شورى حزب التواصل توتو من تطالب النافع، شكرا جزيلا لك.